موجز الأنباء من تلفزيون وطن، أهلا بكم. حرم مفتي القدس والديار المقدسة الشيخ محمد حسين الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك عبر البوابات الإلكترونية التي وضعها الاحتلال مؤخرا، وقال المفتي إنه بعد اجتماع لدار الإفتاء بالقدس وفي ظل الأوضاع الراهنة لما يمر به المسجد الأقصى المبارك، فقد قرر المجلس بالإجماع بأن الدخول للأقصى من البوابات الإلكترونية لا يجوز، وكل من يدخل للأقصى من الأبواب الإلكترونية فإن صلاته باطلة. في ذات السياق، اقتحمت مجموعة من المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة ومعززة من قوات الاحتلال ووحداته الخاصة. هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال منزلا في قرية الزعيم شرقي القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص، ورافقت طواقم البلدية خلال عملية الهدم قوة من جنود الاحتلال. أعلنت الشرطة عن وفاة طفلين غرقا في بركتي سباحة في حادثين منفصلين في رام الله والخليل، وقال الناطق باسم الشرطة المقدم لؤي رزقات أن الشرطة والنيابة العامة برام الله تحققان بظروف وفاة. قررت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم في اجتماعها المنعقد اليوم تمديد تسجيل الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة الإنجاز حتى نهاية دوام يوم الأربعاء في المديريات فقط، وذلك للطلبة الراغبين حصرياً بالاستكمال، ولا يشمل ذلك الطلبة الراغبين في تحسين علاماتهم. نختم الموجز مع حالة الطقس، حيث يكون الجو يوم غد الثلاثاء حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. ولمزيد من المعلومات والتقارير الأخبارية زوروا موقعنا الإلكتروني وطن دو تي في. نهاية الموجز، إلى اللقاء.